تعالوا معانا في مشوار لحد بكرة، مشوار لحد سنة 2050. هنلف مع بعض أكبر معامل علمية في ألمانيا، والمفاجأة بقى إن اللي بيشرف عليها علماء كبار مصريين. من داخل غرفة العمليات أو العمليات اللي بتتعمل للطيور ألمانيا، إحنا بنسأل العالم المصري الدكتور حافظ محمد حافظ، هل مصر تستطيع؟ كلنا كنا حاسين، وكل واحد عارف إن أوروبا أحسن أو أمريكا أحسن من مصر. ده طبعا كلام مش مظبوط، لأن يعني في ناس في أوروبا وفي ناس في أمريكا نجحهم وفي ناس ما نجحوش. يعني دي برضو بتعتمد على الشخص، والشخص لازم يكون واخد الأساس بتاعه يكون كويس، والأساس بتاعه يكون جاي إن هو عاوز يتعلم، عاوز ومحتاج نديله فرصة. دي حضانة، إذا كنا بنشتغل بمرض معدي فأنت بنشتغل كلنا من برا كده، بنحط الأكل والشرب كله من برا. يعني أنت مثلا بتاخد كتكوت بتفحصه، تحط إيدك، عاوز تاخد دم، عاوز تعديل، كل الكلام ده من جوه. الهواء برضه فيه فلتر حضرتك سامع الصوت. نحن الآن في محطة قطار برلين. لو انت بصيت دلوقتي بالكاميرا بتاعتك ما تليش اي بني ادم موجود في قريب منه عشان ما يقعش. بلد فيها مواصلات وفيها بني ادمين قطار وبتاع، مشاكلها كبيره، وبالرغم من كده لقيت في انفاق، ولقيت في كباري، ولقيت في عمارات كبيره، ولقيت في طرق، يعني لقيت في حاجات كويسه جدا جدا جدا. السد العالي لقيت في حاجات كويسه وحلوه، وديت لازم نطلعها. يعني ما نقولش دايما الحاجات الوحشه، انتوا عيبكم انه كنتوا دايما تذكروا الحاجات الوحشه. لو بصيت هنا اهو تلاقي في عجله بتاعت زمان او بتاعت العربيات بتاعت القطر، وهنا لو بصيت المنظر من هنا اهو هتلاقي اللي بيسموها ايه، السكه الحديد، اللي هي العربيات اللي بتربط مع بعضيها، اللي هي المنظر ده شايفه، عارف ده بيركب العربيه الثانيه، عارفها المنظر بتاع السكه الحديد ده. ورمز الحصان بيقول ايه؟ ان الحصان بيشد العربيه من الشرق للغرب. طبعا انا مصري ومش قادر اغير، اولا مش قادر اغير شكلي، مش قادر اغير اللون البني الحلو ده. ابتسم من فضلك، فقد نجح عالم مصري في الحصول على جائزه الامم المتحده في افضل مشروع تنموي على مستوى العالم. كده احنا بنوجه المسدس اللي حضرتك شايفه ده، في الشعاع الازرق اللي حضرتك شايفه في البعد الثلاثي، بنوجهه على النقطة الحمراء اللي هي في المجسم ده، هي اللي بتقدر تصدر لنا الرياح بشكل معين بناء على حجم احنا حاسبينه قبل كده. نحن نحارب طواحين الهواء في مصر، وهو اعد 45 بحثا علميا في 13 عاما فقط. نحن نحارب طواحين الهواء في مصر، وهو يسعى لخدمة الإنسانية من خلال علمه. في مشروع او كوبريشن معانا كان في جامعه كبيره في استراليا، رحت قعدت هناك فرصه كبيره، وقعدت مع استاذ عالمي اسمه غاندولف، ده متخصص في المنشآت البحريه صراحه في الاواعد، قعدت عنده حوالي 10 ايام. كانت فرصه بالنسبه لي، الواحد ما كانش ممكن تجي لي بالسهل صراحه، وكانت فرصه برضو ان انا اتعلمت منه كتير واجتهدت وعملنا بحث مشترك. ودي من الحاجات اللي هي في المنظومه، ان انت شغال على طول، يعني you should be very active. ارفع راسك فوق، انت مصري، انت الذي صنع خليه طاقه شمسيه انارت البرلمان الالماني. ارفع راسك فوق، انت مصري صعيدي من الاقصر. في مشروع قريب مش هتقدر، لكن هاخد وقت، هاخد فتره معينه، لانه ده مشروع عملاق بيتعمل هنا في شتوتغارت على اساس مشروع 4 مليار يورو ولا 5 مليار يورو، مشروع ضخم جدا. وصلنا الان الى مدينه شتوتغارت. مدينه شتوتغارت هي احدى كبرى المدن الصناعيه هنا في المانيا وفي العالم، ومعروف عن هذه المدينه انها الاقل على مستوى الجريمه، وسبب بسيط جدا جدا، ان هذه المدينه اقل مدن المانيا وربما العالم على مستوى البطاله، الجميع هنا يعمل. نحن الان في رحله البحث عن عقولنا المهاجره.
مصر تستطيع عمل كل شيء بالإخلاص وبالإتقان ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتعدي المراحل المهاترات حتى نصل بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان. دلوقتي احنا في ميونخ ولسه مكملين معانا. انتبه من فضلك، لا تنبهر كثيرا بدواء مستورد من الخارج، ولا تنبهر كثيرا بعلف للحيوانات قادم من الخارج، ولا تنبهر ايضا كثيرا بعلف للاسماك قادم من الخارج. دائما نقول انه مستورد وبالتالي الجودة افضل، لكن الحقيقة ربما يكون وراء كل هذا عقل مصري مهاجر. دي تعتبر وحدة انتاج صغيرة، دي المرحلة اللي بعد المعمل اللي بيطلع بيبتدي فيها تطبيق او تطوير اللي اتطور في المعمل، التكنولوجيا اللي اتطورت في المعمل عشان تتحضر انها يحصل لها امبلمنتيشن او تطبق في الصناعه. هنا توصف لنا بالظبط طبيعه الاختراع بتاعك الابتكار بالظبط بالظبط وعموما كمان بالظبط بالظبط لان كل حاجه اتطورت هنا، يعني ده المكان اللي وصلنا بيه برضو براءات الاختراع اللي بدات في الاول بفكره لغايه ما وصلت في الاخر ان هي دلوقتي بتطبق في الصناعه. وسط جبال الألب وعلى ارتفاع 1000 متر من فوق سطح الارض، وسط إنجاز فرعون مصري، نستطيع أن نقول لسه مصر ممكنة. عايز أنصح الشباب المصري، هو دائما فيه صعوبات، الصعوبات إحنا بنستفيد بيها، ما نخافش، إحنا لابد إن إحنا نكافح ونواجه الصعوبات، واحنا عندنا تحديات كثيرة في مصر ولابد ان احنا نواجه هذه التحديات بأمل وبرؤية. هنروح دلوقتي على المحول الرئيسي النهائي، زي ما قلت لك ان احنا من المحول الداخلي الوحدات اللي احنا شفناها دي بتطلع الكهرباء عند 400 فولت، هنا المحول ده عشان يضخها بقى في الشبكه الرئيسيه بتاعت الكهرباء لازم يحوله من 400 فولت يطلع ل 10000 فولت، فده اللي هو اللي بيحوله ل 10000 فولت ويدخل على الكابل الرئيسي يغذي الشبكه الرئيسيه. الحقيقه الشباب المصري هو صاحب مصر، هو امل مصر. الكلمه للشباب اذا كان يعني اقدر اقول كلمه او نصيحه للشباب هو ان ثق بنفسك وثق ان انت تقدر ان انت تحقق كتير لمصر. المدمره ديت كانت مصممه من مجموعه من الخبراء، فيها ميزه معينه ان لما تشوف حضرتك شكل الجسم بتاع المدمره نفسه دوت بيحميها، معموله بشكل معين بحيث انها ما تتكشفش من الرادار، ان هي اشعه الرادار بتعكسها في اتجاهات مختلفه بحيث ان انت تبقى صعب جدا ان انت يعني تحدد مكانها. فديت بيمثل جزء من شكل المركب. بعد كده لو تشوف حضرتك عندنا في انفراريد كاميرز موجوده ديت مسلطه على المكان ده، وديت كل ما الموديل بيتحرك بتقيس حركته. اللي بيحصل ايه؟ الطاقه النوويه عباره عن بتجيب لي يورانيوم 235 بتعمل بالطريقه دي بالظبط. انا اخذت واحد ما كنتش اتحط في المفاعل، انا اخذته قبل عشان اعمل التجارب عليه، لانه حطه في المفاعل وشغلته هيبقى مشع. الناس مهتمه بالعلم، وده اللي خلاني اقول الشباب اللي انا شايفه ده ليه ما اشوفوش في مصر؟ ليه؟ مش هيغير بلدي غيركم.